هي من الاسم الكريم عمر بن عبد الله العامري. مبارك الاخ عمر على الفوز في سباق درجات الهوائيه في مسار الجبلي. ما شعورك بعد هذا الانجاز؟ والله شعور صراحه لا يوصف. يعني هذا حصاد سنوات الحمد لله رب العالمين. كيف كان استعدادك؟ استعدادنا والله ما كان استعداد قوي يعني، ولكن الحمد لله. بماذا تميز سباق اليوم؟ تميز والله بالتحدي. كان منافسين كثيرين لدرجه انهم دائما منافسين من دوله الامارات العربيه. فالحمد لله كان سباق جميل صراحه. رساله تحب ان توجهها لرياضه درجات هوائيه؟ والله هي الرياضه بشكل عام مفيده خاصه الدرجات الجبليه، يعني هي الواحد يستمتع بالسياحة في عمان ونفس الوقت هي رياضة. جميل، جزاك الله خير.